بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيك يا انا مش عارف انطق الاسم، بس اهلا بيك، مشرفنا ومنورنا. لحظة واحدة يا جماعة، جاي لكم جيب بس حاجة للإضاءة هنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حاج؟ ألو، عاملة ايه يا حاجة؟ ازيك يا اخبارك؟ أحمد؟ اهلا بك يا والله تمام برادر. يا غالي، كيف كنت أخبارك؟ والله الحمد لله تمام، بخير أهلا وسهلا وصحة. بالطب يا مرحبا. والله الحمد لله بخير وصحة وسعادة. ما بنلتقي مع الناس الطيبين لازم نكون بصحة وسعادة. الله يحفظك. الحمد لله اهلا تعالي بك، يا رب. ويلكم يا برادر. عايزين رجيم عن في ست قوية، ولكن عندها أدوية كتير وتخنة وعايزة تعمل ريجيم، تعمل إيه؟ اقول لك تعمل ايه. بص، لو حد عايز يعمل ريجيم لازم نتاكد نشوف ايه الادويه اللي بياخدها الاول. في ادويه كتير جدا بتزود الوزن، يعني مثلا ممكن نعمل نظام غذائي او ريجيم او دايت معين وتمشي عليه، لكن مش هيجيب نتيجه معاها، لان بالفعل ممكن تكون بتاخد ادويه بتزود الوزن. خليني اقول لك بس الادويه اللي بتزود الوزن، لو انت عارفه الادويه بتاعتها تمام، مش عارفه انا اقول لك الادويه اللي بتزود الوزن. الادويه اللي بتزود الوزن المسكنات. المسكنات تعتبر من ضمن الادويه اللي ممكن ترفع الوزن بتاعنا بشكل مضاعف، واحنا مش عارفين ليه الوزن بتاعنا بيزيد ازاي. المسكنات، وخصوصا لما بتيجي تروح مثلا وليكن لدكتور عظام او كده، اول حاجه علشان الالم يعمل لك ايه؟ يروح مديكي مسكن. فموضوع المسكنات بقت حتى بتتصرف بالرغم ان احنا مثلا وليكن ممكن نستحمل نعم، عندها مرض نفس بتشربوها الدهاء زي ما قلتي. المهدئات بتزود برضو الوزن. ادويه الاكتئاب بتاخد دواء الايه؟ مرض نفسي، ماشي. عندها ادويه مرض ايه نفسي. ايه هي هو المرض النفسي؟ في اكتر من 35 مرض نفسي انا اعرفهم، وفي غير حاجات ما اعرفهاش برضو. يعني المرض ده عندها صدمه عصبيه قويه. عندها صدمه. يعني ايوه الادويه عشان يعني إذا ما شربش الدواء في التنظيم يعني يرجع لها المرض تاني. إلين ويلكم يا مرحبا نور. والله يعني بص، إذا ما نظمش الأدوية بتاعها يرجع المرض نفسه. والله أنا ممكن أديكي كده حاجة كده، بس طبعا علشان أعمل أنا نظام غذائي لازم أعرف السن والوزن والطول والحالة الصحية، غيرها اللي عندها مرض. أنت بتقولي عندها مرض نفسي، طب بتاخد أدوية إيه بالظبط؟ إيه أدوية المرض النفسي اللي هي بتاخدها؟ أسمائها، علشان ما أجي أعد ليها نظام غذائي أعرف هعده لها ازاي. تاني حاجه بعرف نمط حياتها، بتصحى الساعه كام، بتنام الساعه كام، ميعاد الفطار، الغداء، العشاء، نوعيه الاكل في الفطار، نوعيه الاكل في الغداء، نوعيه الاكل في العشاء، هل بتحب اكل الحلويات، هل بتحب المشروبات الغازيه، هل بتشرب كميات ميه كافيه، هل حاولت ان هي تنزل في الوزن قبل كده ولا ما حاولتش. لازم اعرف كل هذه التفاصيل. لما اعرف هذه التفاصيل تبقى دافعه قويه جدا. نعم، اهلا بك يا فيصل، ربنا يحفظك. اهلا بك يا فيصل يا باشا، منورنا هنا يا فيصل، ربنا يحفظك ويرفع قدرك يا فيصل في الدنيا والاخره. قل امين. هي بتنزل وزن وبعدين تاني بتزيد. ما هي لازم تزيد، بتنزل وتاني بعدين لازم تزيد، لان هي بتاخد ادويه بتزود الوزن. هل لازم نسال نفسنا هل هذا المرض اللي هو موجود عندها، هل هناك بدائل طبيعيه ممكن نمشي عليها نهدي المرض؟ طب هل ما هي بتزيد ليه؟ لان هي بتعمل تقنين. انا اعتقد من وجهه نظري، الله اعلم، هي الرجيم مثلا او النظام الغذائي، تقدري تقولي لي ايه هو النظام اللي هي كانت ماشيه عليه علشان اقول لك صح ولا غلط؟ بتاكل خضر، يعني خضر بدي عشان هي اللي عندها الادويه
بتنزل على المعدة بتاعها بتحرقها، عرفت؟ يعني ما بتحبش، يعني لازم خاصة تاكل عشان تشرب أدوية. إيه انا عايز بس افهمك حاجة، مش موضوع مثلا وليكن انا سامع، انا سامع ما عنديش مشكلة في السماع، بس انا عايز اسألهولك. انا هقول لك على حاجات دلوقتي تحل لنا هذه المشكله، يعني ما نقدرش نقول تحل هذه المشكله. انا طبعا انا بنصحها ان هي تروح لدكتور نفسي بس يكون شاطر شويه، بيبحث عن العلاج بالبدائل الطبيعيه. يعني هل هناك، لان مع الاسف الادويه الكيماويه اللي موجوده كلها اثبتت، الدراسات كلها اثبتت ان ادويه المهدئات بلا استثناء بتزود الوزن. ادويه الاكتئاب وادويه المهدئات والمنومات كلها بتزود الوزن، فهي تلقائيا طول ما هي بتاخد ادويه ديت هتزيد في الوزن. فلازم تروح لدكتور كده يبحث عن المرض بتاعها، ومن خلال المرض بتاعها يقول لها بدائل طبيعيه لتهدئه الاعصاب ولتحسين الحاله النفسيه. انا طبعا النصايح اللي انا هديها لك ديت لا تغني ان هي تروح لطبيب شاطر، لكن انا هديكي نصايح دلوقتي، انا هديكي نصايح لكن لا تغني ان هي تروح وتقعد مع الدكتور وتحكي له بالتفاصيل الكامله، وتروح لدكتور تغذيه يعدلها نظام غذائي. لكن انا هديكي نصايح عامه، النصايح العامه دي هتفيدها لكن لا تغني عن زياره الطبيب، تمام؟ طب خليني اقول لك بقى، عشان المرض اللي عندها مرض مزمن ومش ممكن صح، ممنع الدواء، ضروري الدواء تشربه. تمام، ضروري، ماشي، ضروري الدواء تشربه، ضروري ضروري عشان المرض اللي عندها ماشي تمام. طب خليني اديكي بقى شويه، ماشي، تاخد الدواء خلاص، يبقى خليني اديكي حاجات نحاول نتلاشى بيها الاثار الجانبيه للمرض، تمام؟ هديكي شويه حاجات كده نتلاشى بيها الاثار الجانبيه للمرض، بحيث ان احنا نتعايش مع المرض وننزل في الوزن كمان. خليني اديكي شويه نصايح اساسيه. اما بيجي نتكلم عن التخسيس، بنتكلم عن، ممكن لو احنا بنتكلم عن مثلا الكرش، بنتكلم مثلا عن الحزام، حزام البطن، ان هي تجيب حزام البطن وتشده على بطنها، دي كده نصيحه رقم واحد. ممكن تجيب برضو، ما نيجي نتكلم عن التخسيس، ممكن تجيب شورت التخسيس ممكن تلبسه، دي الحاجه رقم اتنين. الحاجه الثالثه، لازم نلعب حتى اي نوع من انواع الرياضه حتى لو خفيفه، يعني اي نوع من انواع الرياضه حتى لو رياضه خفيفه، حتى لو نص ساعه في اليوم، حتى لو ماشي هروله، لازم يبقى في رياضه حتى لو خفيفه، دي كده النصيحه رقم اتنين. خليني برضو ما نيجي نتكلم عن التخسيس، خلينا نتكلم عن طبق السلطه خماسي الالوان، طبق السلطه الكبير خماسي الالوان، اللون الابيض زي الثوم والبصل، اللون الاخضر زي الخس والجرجير والكرفس والبروكلي والشبت والبقدونس والفجل والرجله والكابوتشا، اللون الاحمر زي البنجره والشمندر، اللون الاصفر زي الليمون والفلفل الاصفر، اللون البرتقالي زي الجزر، طبق السلطه خماسي الالوان عشان ناخد كميه الفيتامينات اللي الجسم محتاجها، عشان ناخد المعادن اللي الجسم محتاجها. لو احنا اصلا طبق السلطه خماسي الالوان ده هينحسن لنا الحاله المزاجيه، هينشط لنا الدوره الدمويه، افضل مضاد حيوي طبيعي على وجه الارض، في من خلال الثوم والبصل اللي موجود عندنا، لو حطينا رشه كركم يبقى مسكن طبيعي معانا كمان برضو موجود في طبق السلطه، لو حطينا نص معلقه زيتون، معلقه الزيتون دي دهون احاديه عديمه التشبع، بتخش تحارب لنا الدهون الضاره اللي موجوده في الجسم وتسيح لنا الدهون الضاره ديت ويحل مكانها دهون نافعه الجسم يستفيد منها. طبق السلطه خماسي الالوان، لما نيجي نتكلم عن التخسيس نتكلم عن شرب الميه، عند الاستيقاظ نشرب 4 كوبايات ميه دافيه بعد 45 دقيقة، ناخد وجبة الفطار بتاعتنا، ممنوع شرب المية أثناء الوجبات أو بعد الوجبات، شرب المية دائما يكون قبل الوجبات، نحاول نظبط المواعيد بتاعتنا، ميعاد الفطار مش عايزين نعدي نخلي وجبة الفطار بتاعنا عشان الحرق بتاعنا يكون عالي والجسم يحرق سعرات، عايزين وجبة الفطار بتاعتنا ما تعديش الساعة 8، عايزين 8 صباحا أقصد، عايزين وجبة العشاء بتاعتنا ما تعديش الساعة 8، عايزين الوجبة اللي تكون مثلا وليكن موجودة في النص تكون ما بين وجبة الفطار غدا 6 ساعات، ما بين وجبه الغداء والعشاء 6 ساعات، عايزين وجبه خفيفه، سناك خفيفه، يعني وجبه خفيفه ما بين كل وجبه رئيسيه ووجبه ثانيه، عندنا عايزين 3 وجبات في اليوم، فطار وغدا وعشاء. وجبه الفطار بنبدا وجبه الفطار بتاعتنا بطبق السلطه، بنبدا بكوبايتين ميه، وبعد كده ناخد طبق السلطه خماسي الالوان، وبعد كده ناخد الوجبه بتاعتنا زي ما احنا عايزين، ووجبه الفطار الغدا والعشاء، ما بين كل وجبه رئيسيه، من وجبه الفطار والغدا في وجبه خفيفه ب3 ساعات، في حاله الجوع نشرب ميه لان الجوع بيبقى وهم احيانا، ممكن بشرب
بنصح اي حد يروح لدكتور تغذيه يعد نظام غذائي زي ما قلنا كده، محسوب السعرات على حسب الوزن والسن والطول والحاله الصحيه وعلى حسب المسموحات والممنوعات لكل مرض على حده. ما نيجي ننصح مثلا وليكن الحاجات المفيده للاكتئاب او الحاجات المفيده للحاله النفسيه، نتكلم عن فيتامين د، نتكلم عن فيتامين بي 6، تجيب فيتامين تجيب فيتامين د من الصيدليه. الراجل ده كلامه صحيح وممتاز وبيساعد الناس هلا وغلا فيه. حاضر انا اهو عملت لك متابعه، الله يحفظك. انا عايز بس اعمل متابعه بس مش عارف اكمل، بس الاول نكمل اللعب. بس لحظه انا عايز اعمل متابعه بس مش عارف ليه. عملت كده متابعه تمام. إيه ربنا يجزيك، ربنا يجزيك خير والله العظيم، ربنا يحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره، ربنا يسعدك والله العظيم، انت راجل محترم يا هلا ويا غلا بتجنن والله. يا سلام، ربنا يسعدك ويحفظك ويرفع قدرك في الدنيا والاخره والله العظيم. وجودك في حياتي، الناس اللي غسان الغالي ربنا يحفظك، غسان الغالي ده من ضمن افضل الناس اللي موجوده عندنا هنا في واللي هو بيحببني في هذا المكان، ان هو حتة ان انت فكرة ان انت تقول شكرا لاي حد بيساعدك دي في حد ذاتها يعني ما يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يشكر الناس لا يشكر الله، مش بقول الناس تقول لي شكرا يعني، لكن حتة التقدير، هذا الرجل غسان ده بيفهم التقدير كويس جدا يعني. ربنا يسعدك يا عم غسان ويرفع قدرك في الدنيا والاخره. خليني بس يا والله انت بتجنن، انا باسطنبول بتمنى اشوفك والله العظيم، نشوفك يا باشا. وانت انا موجود في افجلر، انا في افجلر هنا، انت فين؟ انت فين يا باشا؟ قول لي انت فين بس والله هنشوفك يا اخي. انت فين؟ شوف انت فين يا عم غسان، انا في اسطنبول معاك هنا، لو انت كده هنتقابل. انا في افجلر، بنزل شيرين ايفلر، بروح اسينيورت، العياده بتاعتي موجوده في اسينيورت، ممكن نتقابل في اسينيورت لو حد عايز يشرفني في العياده يا جماعه، عيادتي في اسينيورت، انا ساكن في افجلر، بنزل شيرين ايفلر احيانا، احيانا بداوم في بعض الاماكن في شيرين ايفلر برضو، في الوقت الفاضي طبعا بخش كده واحاول قدر الامكان. تمام ان شاء الله بروح لك يا باشا، انا اللي باجي لك، ربنا يخليك. يكفيني فخر وشرف ان احنا نتعرف على ناس جامده زيك كده وجميله زيك كده، والله انت اللي بتجنن يا غسان. تمام يا حاجه، الكلام بتاعي واضح؟ اكمل نتكلم. انا قلت لك عايزين نحسن الحاله النفسيه، عايزين نتخلص من العصبيه، افضل حاجه للحاله النفسيه فيتامين د، فيتامين د للناس اللي بتتعرض. عندها خوف كتير شديد، عندها الخوف شديد و ماشي. خليني هقول لك جسمها يعني لحمها ما بتقدرش، يعني اللحم بتاعها رطب كتير. هلا وغلا يا معلم، هلا وغلا، الله يسعدك. الله كفو كفو، سلم يا غد. يعني جسمها كأني بيبي صغير، كأني طفل صغير. كفو منك، كفو يا تمام. لا ايوه تمام، كأن تمام تمام، ربنا يسعدك تمام. طب بصي خليني اديكي ماشي، يعني انت بتقولي ايه عندها وجع في العظم يعني ولا مش فاهم؟ ايوه وعندها وجع في العظم، وعندها الاعوجاج يعني عشان الوزن رجليها بدو يعوجوا. عندك حق. بص طب خليني اقول لك، خليني اديكي نصايح كامله للي عشان العظم وعلشان الاعوجاج اللي موجود عندك. تلقائيا لما بننزل الوزن بتاعنا الاعوجاج ده بيبدا يحصل له تقويم واحده واحده، ممكن تروح لدكتور تقويم او بتاع، بس مش شغلتنا. لكن احنا تلقائيا لو نزلنا في الوزن الحمل هيقل على العظم، فالاعوجاج ده هيتلاشى والجسم هيستعيد نفسه بنفسه بشكل طبيعي مره ثانيه. لكن خليني اقول لك على شويه حاجات يعني روعه جميله جدا، زي غسان الجميل اللي موجود تحت عندنا، حاجات روعه هتظبط لنا مشاكل، هتظبط لنا مشاكل العظم ده وتخلينا يعني اسود، تزود لنا الكثافه العظميه اللي موجوده عندنا. عشان نتكلم عن كثافه عظميه عايزين يبقى في كالسيوم، الكالسيوم لو احنا مش هناخده مثلا خلال الاكل بتاعنا او عندنا مثلا مشاكل في الهضم او الامتصاص، ممكن ناخد كالسيوم من الصيدليه، ناخد احنا محتاجين 1000 يوميا، ال 1000 دي بناخد حبايه الصبح بتبقى 500 وحبايه بالليل او بعد 8 ساعات بعد الغداء، يبقى ناخد كبسوله من الكالسيوم بعد الفطار وناخد كبسوله من الكالسيوم بعد الغداء. بس تلاحظي الكبسولات الكالسيوم اللي هتجيبيها تكون 500، يعني التركيز بتاعها يكون 500، ما نزيدش عن 500 وحده، علشان الجسم اصلا ما بيقدرش ان هو ياخد اكتر من 500 كاستفاده يعني. يبقى
مره الصبح ومره بالليل. دي كده بالنسبه مثلا وليكن لو بنتكلم عن حبوب الكالسيوم، بناخد مثلا وليكن معاه واحده الصبح وواحده بالليل. بناخد مع حبوب الكالسيوم بناخد فيتامين د. فيتامين د افضل مصدر طبيعي لفيتامين د اشعه الشمس. كده كده شايف الجلد بتاعنا ده، الجلد بتاعنا ده، الجلد بتاعنا ده كده كده بيبقى فيه فيتامين د، بس بيبقى في صوره غير نشطه.